الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري إسلام سليماني يحسم مستقبله مع تشكيلة الخضراء. تقارير إعلامية كشفت أن سليماني سيواصل رفقة كتيبة المحاربين في باقي الاستحقاقات القادمة. سليماني والذي أكد لمقربيه حسب ما كشفت عنه تقارير أنه يعتزم تلبية دعوة الخضر لحضور التربص القادم. لاعب نادي ميشلان البلجيكي والذي يريد الحديث مع المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، إسلام سليماني كشف لمقربيه أنه لا ينوي الاعتزال الدولي إلا بعد كأس العالم 2026 والتي يعتزم المشاركة فيها رفقة المحاربين. اللاعب الأسبق لفريق شباب بلوزداد يواصل في تقديم عروضه القوية في الدوري البلجيكي، ما يجعل حظوظه مرتفع للمواصلة مع المنتخب الوطني الجزائري. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.